مشاهدينا الأكارم حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم مرة أخرى. الله تبارك وتعالى أودع فينا وفي كل إنسان طاقات وإمكانيات عديدة جدا. يحث البشرية دائما الله تبارك وتعالى من خلال آياته الكريمات وأيضا حث السنة النبوية على الإنسان أنه يترك الضجر والكسل، وأودع في هذه الطاقات كي أنه يفعلها في خدمة نفسه وخدمة الآخرين. مشاهدين هناك ملتقى إن شاء الله نشاهده سويا لهذه الطاقات في بريطانيا، وهذا الملتقى طبعا يضم بعض من الفعاليات مع وسن محمد، دعونا نشاهد. سعيا منها لتقوية الروابط بين البلدين وتحويلها إلى فرص عمل وبالخصوص بين مجتمعاتها الريادية، أطلقت السفارة العراقية في بريطانيا ملتقى الطاقات الذي يطمح إلى تكوين شراكات تحفز على الابتكار بين المؤسسات التكنولوجية العراقية والبريطانية، مع التركيز على تعزيز التجارة وتسريع التنمية. الشباب الموجودين الذين دعوا إلى الحضور راح يشوفون أكو نماذج ناجحة بالإمكان أن تقدم شيئا كبيرا، وبالإمكان أنه هذا الشاب راح يشوف هناك أكثر من مجال هو يتقنه، وبالتالي الفرصة متاحة. مجموعة من النماذج الناجحة في هذا الصدد، شباب ذهبوا إلى العراق وهناك انخرطوا في عمل استثماري أو طبي أو صحي أو غيرها من الأعمال، وكانت لهم نجاحات مهمة في هذا الصدد. من النماذج الناجحة التي يمكن تسليط الضوء عليها هو عمل مؤسسة العتبة الحسينية المقدسة التي هي رائدة في هذا المجال. وشاركت العتبة الحسينية المقدسة في الملتقى بعرض مبهر قدمه رئيس هيئة الصحة والتعليم الطبي الدكتور حيدر العابدي، عرض فيه إنجازات العتبة الضخمة المقدمة في المجال الصحي. سماحة المتولي الشرعي وجه أنه نفتح مجال للناس المتعاقدين معاهم احنا، انه حتى اللي يريد يكمل دراسه بهاي التخصصات الدقيقه باتفاق عقد شراكه طويل الامد مع العتبه الحسينيه المقدسه، انه ممكن انه نفتح هذه الفرصه حتى نبني القدرات للمستقبل القريب مع التوسع الكبير بهذه المؤسسات. رؤيه العتبه انه تقدم مؤسسات تقدم خدمه بمعايير دوليه، والوصول الى هذا الحد طبعا هو تحدي كبير. بعض التخصصات النادره بلشنا احنا في اكاديميه قياده الصحيه لتوفيرها به كورسات 4 أو 6 شهور، هاي الكورسات القصيره حتى نسد الحاجه فيها، ولكن اكو بعض التخصصات تحتاج الى تخصصات دقيقه، وهذا يحتاج برنامج زمالات يكون يفتح مع مؤسسات عريقه مثل المؤسسات الموجوده بالمملكه المتحده. كما وركز الملتقى على قطاعات السوق الرئيسية مثل التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا المالية والرعاية الصحية، التعليم والاقتصاد الإبداعي. كانت رسالته إلى العالم بدءا من المملكة المتحدة بأن العراق يقف كواحد من الأسواق القليلة المتبقية غير المستغلة على مستوى العالم. دولة رئيس الوزراء والتوجه اللي نشوفه نحو الدفع الإلكتروني حقيقة دلاحظ جدية، ودلاحظ توجه باتجاه اقتصاد رقمي. هذا يطلب أنه إحنا نستقطب كل الطاقات اللي موجودة في الخارج ونقول لهم أهلا وسهلا تكونون جزء من هذا التغير، لأنه عادة كل التغيرات المهمة والنماء اللي تشوفيه بالبلدان راح يكون مبني على حقيقة مواردهم البشرية والطاقات البشرية اللي تكون موجودة. تسد طاقات الفجوة بين قادة السوق والمواهب الناشئة من العراق والمملكة المتحدة، ملتقى من شأنه أن يسرع صعود العراق إلى منصات إقليمية ودولية وفي كافة المجالات. لقناة كربلاء الفضائية، وسن محمد، لندن.